نحن الآن كما تعلمون على مقربة من شهر رمضان المبارك، وقد يكون البعض من الناس لم يصم اليوم المتبقى من رمضان الماضي، لا سيما بعض الشباب. نرجو نصيحتهم وولاة أمورهم على المسارعة بصوم. الواجب على من لم يصم أن يصوم، فإن هذه المملكة عليها يوم، فإنهم صاموا بالجمعة وثبت الشهر بالخميس، فعلى المسلمين هنا أن يصوموا هذا اليوم، وعلى من شابههم كذلك يصوم هذا اليوم، لأنه من رمضان، ومن لم يصومه فعليه يصوم الآن، فإن شعبان محل الصيام إلى آخره. نعم.